الله وسلامه عليه ما شاء الله الله في القرآن كأيو نقوليا فكان وهو آذي رأس من قراء أيو ملحوها قلبا فجمعوا أروريين كتاب الله إلهي كتاب كيسا أروريين في عهد الصديق أبو بكر الصديق وقت جي المسلمين تأكلي لمن في القرآن كأروريين لجنلي لجنلي أما قد جي الله الفاري أيو شرب دوليك أو ملحكها وأكلوها مركا يدا مركا قرآن كأورين في سياه قرآن كأورين في سياه وش هذا يانا خطرت لجري أوريه لبضع يدا وقدم بيا سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين أبو لبضع يدا وقدم بيا ستاية كتبتا حال قصد يقيمون بهم فعلا أبوك أصدم الله واللواية على لبضع يدا مكا خطر وين با مسلمين تا سوف وصارتي لكن الهي يكب هي الشورة وضع يوضع تشي ضع إلا أن أبو بكر إيا عمر بان ولا أبو بكر إيا في هذا الكلم أيوك سبين وأنا حي مكا عوشا وين وقرآن كأورورين فيسا إلا بس أوروري لو ولبا بيوك قراء قراء ومن الله يسكيني لو ولبا إنت اللوتة يورمحال حزتنتا إلا بس أوروري ولا بقري عوشا سعلس وعام مدى بالدالي ومدى الإسلام كاب الدالي سي كتاب كالا قرآن كأوروري وها حوشا سمحيكا وها كسوا بحيو كسوا بالعلي منك اللي العزيز المثابت رضي الله تعالى عنه وطليعة من قرأ أما قدنا ملاحبوها قدنا سوى حد مليين مصاحفه مصحفين القرآن كهانا مليين في زمن عثمان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقت يسينا لمن في مصاحف مليين ومكي مصحف يبلا ويسف خلاف صلى الله عليه وقالوا لما مصحف بان ليلة يا إليهين وتعصب لك كبه شيء أمرك وكبه هي المصاحف تبان لي سكانه ومجلس وقوريه ولو بحي مصحف عثمان بن عفان عما الرسم العثماني انت كسو عدنان اللي قلوه حلك عددك الواحد سعرين الملاح وكاها أفبعد هذه المنزلة فالأذاب اللي قوي ديين للدرجة الكذب أفبعد هذه المنزلة بل درجة يرعى للعشاب منزلة لدرجة ياجلتا درجة سوء تسمو إليها الهمم الله قلتاك كرم ما درجة تاسك سرعيسا الله قلتاك كرم ياجلتا وهل فوق ذلك المجد وهل فوق هذا المجد شرفتا تنعى دش هذا ما وعى هذا المجد ما شرفك لا عاتيه تضمح إليه النفوس نففيالكو أي دمعان أيها القلتادان إيها نوع مايا أدوك كجوال وقد كان وعاها من فضل القرآن قرآنك فضل وقلها على زيد المثابت فضل القرآن فقلها وعي عيد أن أنار إن ويستيني له زيد ويستيني سبل الصواب وضرب توسن ثوابك أي حق ودوين كيسا ينهو توسين إنه يفتيني في المواقف وقتيذي أما ماليني التي ميلاها سو يحار فيها أي وريران أما إجاء وريرسدان أولو الألبان دك عقل غليه مع الماء إلى مواقف دك عقل غليه أي وريران وحق لجروه القرآن كل سجى جدك أيوه يفتيني هل مثال أبدان كفو قادمه ففي يوم السقيفة معلم في وابك ومعلم تاريخ ياوي ومعلم في النبي عليه الصلاة والسلام مركو جيريولي رسولك يسجى الله رسولك يسجى الله عاصم بك المسلمين تها أي قرتين ما يدورتان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خليفي اللي تخطي وماشي لها سقيفة بني ساعدة بوضع داري أي كد علي اللي لي انصار با اسكالي هاجرة مدام المقالبة اي مقالبة يلي يتحي يدين كنا اسكتي من منك اوتية يا مقالبة انا قانا لوين مقالبة انا قالي مركو نبغو يمان ايانا وحوا من تريدو الله عيسان ايه هدان ذكتين مقالبة انا ايه كد بداد الله ايدين مركا مدام المقالبة يلي كد بداد انا قا اسكالي ادو الضوط ده بعضا كد عدو اللي ولي با حجري سايو كان سري رمتي تبكى على الله على عدد جديد وكمل عمرك زيد المساعد معلمك
inkasta oo xujada ugu weyn waxaa keenay abuubakar asidiiq radiallahu tacaala canhu oo cida dee qur-aanka fahamkiisa ku gaadi karta ayna jirin bacda rasuuli sala allahu calayhi wasalam oo ku yidhi ansaartii war dhegaysa qur-aankaan ku kala baxayna qur-aanku muxuu yidhi annaga oo muhaajiriina maxaa la layidhaahdaa asaadiquun soomaa lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana wayansuruuna allaha wa rasuulahu ulaa'ika hum asaadiquun yayhiin bu lilfuqaraai almuhaajiriina soomaa ulaa'ika hum asaadiquuna soo lama odhan soo anagu saadiqiin ma nihin haa aayaddii kale soo ilaahay ma odhan wakunuu maca asaadiqiina qur-aanka halkaasaan meeshaasuu nin waliba ku aamusay dadka xoojiyey ee maaragtayna waxaa ka mid ahaa xujadaasii sugay zayd ibnu saadiq radia allahu tacaala canhu yowma saqiifa marka waa maalinta ayada fa fii yowmi saqiifa maalintii waabka saqiifa waa meel oo waab uhuna guri guri weeyaan ikhtalafa almuslimuuna muslimiintu waxay isku maandhaafeen fii man yakhlufu rasuul allahi rasuulka ilaahay yaa booskiisii fadhiisanay salawaatu llahi calayhi fa qaala almuhaajiruuna waxay dhaheen fiina annaga dhexdayada yay khilaafatu rasuuli illahi rasuulka ilaahay bedelaadiisu annaga ayay dhexdayada ahaatay wa naxnu annagaa bihaa khilaafadaas awlaa ku mudnaan badan wa qaala bacdu alansaarina waxay dhaheen bal iskadhaaf hadalkaad sheegaysaane takuunu lkhilaafatu khilaafadu waxay ahaanaysaa fiina annaga dhexdayada ansaara wa naxnu annagaa bihaa ajdaru ku maaragtay mudnaan badan wa qaala bacduhum alaakhar qaar kalena waxay dhaheen bal takuunu lkhilaafatu waxay ahaanaysaa fiina wa fiikum macan waan qaybsanayna faqad kaana arasuulu rasuulku wuxuu ahaa waxay u daliishadeen waaka rasuulu llahi salawaatu llahi calayhi wasalam ida istacmala haddii uu magacaabo waaxidan minkum mid idinka idin ka mid a calaa camalin shaqo haddii u magacaabo qarana macahu wuxuu la xidhiidin jiray uu la wadaadin jiray waaxidan midna mid annaga naga mid a marka taa annaga oo ka shidaal qaadanayna madaxnimada waa la wada qaadan laga madaxweyne laba khaliifaan yeelanayna wakaadat waxay sigtay oo qarka loo gaadhay taxdifu inay dhacdo alfitnatu alkubraa fidno weyn mar haddii madaxnimada laysku khilaafo waa sida hadda ina haysate e mar haddii madaxnimada laysku khilaafo fitna dhacaysa waad ogtihi fitno waxaa ugu weyn markii madaxnimada laysku khilaafo ummaddii oo nin walba yidhaahanaa madaxa oo saas laysku dilo oo nin ninka kala dhagaysta la waayo waa sida ina haysate e waxa weeyaan waa wakaas wey alfitnatu alkubraa oo ay muslimiintu islaayeen wakaada waxay taxdifu inay dhacdo alfitnatu alkubraa fidnada weyn wa nabiyu llaahi isagoo nabigii ilaahayna maa zaala musajjan uu weli yahay mid dadan bayna dahraanayhim dhexdooda ayuu dadan yahay oo meydkii maraa dusha ka saaran maahane weli lama aasin lam yugtan bacdu aan weli la aasin isagoo weli rasuulkii la aasin oo uu dadan yahay meydkiisii uu sugi yaa waxaa qarka loo gaadhay inay fitna dhacdo oo madaxnimadkii laysu khilaafo oo dagaal halkaa ka dhacan wa kaana waxaa laabudda tii aan lagama maarmaan ay tahay min kalimatin erey ereygaasoo xaasimatin lagu kala baxo dadkana saaya ay ku kala baxaan xaasimatin oo kama dambaysa oo waxdaysa rashiidatin oo toosan oo xaq ah mushriqatin oo ku ifaysa bihadyi alqur'aani qur'aanka hagitaankiisa middaasoo taidu aasta ama duugta alfitnata fidnada fii mahdiyaa darabteeda ku duugta intaynan weliba soo dhalanaynan korin intay weli marka hadda un intaynan dhala iyay dhalatae darabteeda ku aasta oo watuniiru u ifisa lilxaa'iriina dadka wareeray addariiqa waddadana u ifisa fantalaqat way soo dooday haadihi alkalima
كلمه اوتنه من فم زيد زيد افكي سعيه كسو بردي فانطلقت ويكسو بردي ويكسو بحري هذه الكلمه كلمه تلمامها عليه من فم زيد ابن ثابت الانصاري افكي سعيه كسو بحري إن مركز يكسر بعد التفت أم العسرية مجلعي إلى قوم تلفئ وقال يا معشر الأنصاري أنصاري إن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم النفسيس كان من المهاجرين إذا ليس مهاجر عادي ثم قال لنا نقول شيء فرسولك نفسيس مهاجر معي ما كان مهاجرين فأتكلم إن رسول الله رسولك إلهي نفهانتي صلى الله عليه وسلم كان أهوها من المهاجرين دك سوه جروري أيو كمدا فيقول أهوانا يا حبب خليفته خليفريس مهاجرا بوهانا يا مهاجر أو مثل أو إساء وكلا لن سيقول لسي اسكفر دي إسلام بوهين إيا لن إسلام بوهي جروري أكلنا هذا النبال إسكوه قولي لأي يا رفاعي يا الكادي يا انتي دادي دكان كاي كوت برياي من الاسلام كو يمديه من فوق حي انت الى الهي درت وين يا سن موالنت وانا انه كنا وحي معين انصار رسول الله رسولك الهي كون يمي لي الى معين صلى الله عليه وسلم فنكون عبدنا وحي معان دونا اقول انصارا كو اهلي لخليفتي رسولك خليفتي سي او من بعد اللي رسولك قدم بيه واعوانا تاغير يلبانو عانينا له سبي على الحق حق ايام كنا تاغيرينا ثم مكة كجب بس طوح صوت علي يدعو بعنتي سيمو الى ابي بكر الصديق صوت علي وقال وعلي هذا خليفتكم وآك خليفتين فبايعوه ومغم بايعتمه بهذا سيئة فقال كاساو حكم لها بس كور سبي فالنبي وينوري بعدي روحانتي يا رمال احنا ولا عبدالة في خلافه وفدنا وين بنوا مسلم كنا مشاكل في سوء وكي ما اداهم قال الله مكي مال احنا ولا في خلافه جاب كروح وكدعا مسلمين تمر والبا جاب كروح وكدعا سوى ما امسى العينين وكلا مرتا النعلان مركا ساي جلان وقال له اوجي هاي مركا اندلس سوى ساي وجلان شام سوى ساي وجلان قولك اللي اذا اسيا الصغرى ومن يا محمد إلى أولاد بخارى يوعى سنوى يكون جبان حالة ما أنت يكون سبيل من مركة إسان مرين وحالة ده سمحي تاي ومركة مرحلة ولا أنت يسوش الأفتان ونوى اللي هو عدي رقصته وصيقه مرحلة ما دي سوغسي هايسته وعلوغي عالوغي المسلمين في العائل ويهودي النصارى قرب يقاشان لقرر هذه يسل الله ربك علمه ولا لكي مسلمين المسلمين تأمبتي ومركة دعوة عما جبك مسلمين تجبانوا وقع ما أنت لا دعالك أو أولا يستغل شيئتين معي أما دلك أنها أحد أما دلك أنه ما أنت عالم الإسلامي والعربي كم ذا وعادك يساعده بالليلي أي وعادك المسلمين كها صومالي وعادك تهين وعادوهيس وصومالي ما أنت وعاده كبه قلي وغبك ورسلي ومارة تيحو البوصة ما يسلي وليه ألدك ألنك وإذا ما دوصة ما يسوى الصومالي كلي أمحار وألي لوري كيلي وألي لوري وعلو حلوك انها يسجل عدو جنها وحصوها بالقاضي ملك بل السبعة صاحب لما تقول ايا لوك لا ترتمي وطا صاحب عن الهي هذا صاحب عن الهي هذا صاحب عن الهي بل سوك لدويسنية عربت مركة من العسطه هذا وعوية يهوبك وعا لوقتا بولك لو عرب على لوقتا يهود يوالي ورلورنجا يهود باللوقتا بلاش ويكب على صاحب النقطي مثل دولوك بي صاحب لطاي عدو قال لي ايا دولة عرباد فريق هذا هو العراق يا ليبيا ايران لا قدر هذا هو عدد من المانت الشيخي صدام حسين لبن انه قبلين سقبي اوه سبتي سعودان اين يسيبها واحد يصبح بحثة الاردن وحكى الله لقاح للمله فرح وقال فرحسي اي وقال فرحسي سبتي وقدم بيكاني شاسال اليه ما كنت هو عدد سدران ويقول والبنلي هو عراقيين اوه كسو عرجي لحكم صدام حسين لكن هذا شغلة يهيليين لمن والدليين والدلقون هو القمية يهو إليهين من كاسي وعينه بحيو على وحصره وعيوه بلان كاسان لك علي يقول لك سيئة مرايكن مرايكن كعادة وصوة برسالة سيئة على وحصره هاي وثائق هاي وحو
maajira ninka sadaam xuseen walaasha gabadhiisa qabe ee jeneraal khaalid la yidhaahdo waxaa ninkii madaxda ka ahan jiray mashruuca hubka ee dalka ciraaq ayd marka kulli waxaa la leeyahay sirkiisi maraykankasi maxaa jira maraykankana waa saaxiib ciraaq la waaxadow markii halkaa la gaadho waa marka muslimiintu ay si fiican u jabaan waxaasoo dhanna maxay ku timid waa xukun jacayl bay ku timid nin raba ina wado andalus markii laga soo saarayay 800 markay sida jaziirata iberia markii ay 800 joogeen markii laga soo saarayay waxay u qabsameen waxa la yidhaahdo muluku tawaif nin walba reerkoodii inuu madax noqdo oo uu la soo safto uu ciidamo u doonto faransiiskii iyo isbaanishkii iyo gaaladii ilaa markii dambe kulligood la wada gowracay marka halkii bay ku socdaan laakiin ilaahi subxaana watacaala dad un buu soo saari doonaa waqad gada wuxuu noqday zayd ibnu saabit bifadli lqur'aani qur'aanka fadligiisa iyo watafahumihi iyo watafaquhihi fahmidda uu fahmay fiihi qur'aanka uu fahmay wa tuuli mulaazamatihi iyo muddadii dheerayd muddadii aadka u dheerayd uu laazimay uu la joogay lirasuulillaahi rasuulka ilaahay uu la joogaybaa wuxuu ku noqday manaaratan musawac yuu lilmuslimiina muslimiinta u noqday musawaca musawac wey musawacii halkaan la duniyo aad ogtihin madaafyada lagu dhuftay raadi muqdisho halkiisa ku helan jiray musawacaas manaara kaasaa la yidhah manaarada waa musawacaas oo muxuu yahay waa iftiin wareegaya ee waxada dadka badda ku jira iyo maraakibta baddaa loogu talagalay mugdi bay ku jiraan waxba ma arkayaan badda gudaheeda markuu ku jira si uu ogaado marka meesha uu maray iyo meesha ay adduunyadu ka tahay musawacaasaa bilig u odhanayuu arkay markaas wuxuu garanayaa xamar inay halkaa tahay marka hadduu xamar rabayna uu iman haddii kalena wuu ka tilmaan qaadanayo marka xaqa ayuu saasoo kale wuxuu ugu ahaa musawac oo kale zayd ibnu saabit waqad gadaa wuxuu noqday zayd ibnu saabit bifadli lqur'aani qur'aanka fadligiisa watafaquhihi iyo fahmka uu fahmay ta ugu muhimsan oo isagu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran qofkii ilaahay khayr la doono yufaqihu fi ddiini diinta ayuu fahamsiiyaa marka fahamku wax weyn weeye wa tuuli mulaazamatihi iyo muddadii dheerayd uu la joogay lirasuulillaahi yaa wuxuu ku noqday manaaratan musawac yuu lilmuslimiina u noqday kaasoo yastashiiru ay la tashanayaan khulafaa'uhum muslimiinta madaxdoodu fi lmacdilaati arrimaha culculus ee la bixin waayo isagaa lagala tashan jiray maxaa jira iftiinkii oo qur-aanka ayuu fahamsan yahay wayastaftiihi waxaa fatwo weydiin jiray caamatuhum dadweynaha fi lmushkilaati dhibaatooyinka la soo gudboonaadana dadweynuhu nin walba maxaa yeelaa buu odhan jiray wayarjicuuna ilayhi dadku way u laaban jireen zayd ibnu saabit fi lmawaariisi dhaxalka khaasatan gaar ahaan mar alla markay dhaxal noqoto zaydin baa la aadi jiray in kaloo la aadi jiray male in sababtu waxay ahayd lam yakun ma ahayn bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda idaaka waqtigaa isagaa intuu noolaa isagu man qof huwa isaguba aclamu ka yaqaana minhu isaga biaxkaamiha dhaxalka xukumyadeeda wa axdaqa iyo mid maaragtay uga aqoon badan minhu isaga fii qismatiha qaybinteeda faqad khataba waxaa khudbeeyey cumaru cumar baa khudbeeyey cumar bin khataab ridwaan ullaahi calayhi fi lmuslimiina muslimiinta ayuu u khudbeeyey yowma aljaabiya maalinta uu joogay magaalada jaabiya la yidhaahdo waa meel dumisha ku dhow waa maruu booqasho ku marayey booqasho indhaindhayna uu ku marayey gobolka ama geyiga shaam yaa jaabiya meesha yaa markuu joogay ayuu khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi ayuha annaasu dadow maqla man qofkii araada doona an yas'ala inuu wax ka weydiiyo can ilqur'aani qur'aanka falyaati ha u yimaado ha u tago zayd ibnu saabit ha u tago qofalla qofkii wax qur'aanba ku saabsan rabow ani waxba hay weydiinina ninkaa weydiiri ani ima baahnidin waman qofkii araada doona an yas'ala can ilfiqhi cilmiga dhan ee fiqhiga la yidhaaho axkaamu lislaam ah inuu wax ka weydiiyona falyaati ha u yimaado ha u tago macaad ibnu jabal ninkaasna ha u tago waman araada ninkii doono marka an yas'ala can ilmaali
maal inuu wax ka weydiiyo ninkii xoolo doon anigu ilan dowlad baanahay falyati ilaya aniga ay yimaado maxaa jira faina allaha caza wajalla alle jacalanii wuxuu iga dhigay calayhi maalka waaliyan kii xidhiidinayay ee madaxda ka ahaa walahu qaasiman iyo kii qaybinayay yiraa iga dhigay anigaa la yimaado marka anigaa hawlihii buu qaybiyey in wa walba isku noqda ma rabaabu cumar waad aragtaan aniga hawlaha dowladda ee maamulka laygu yimaado laakiin wixii cilmi ah culimadaasa idin joogta weydiin walaqad carafa waxay aqoonsadeen tulaabu lcilmi dadka ardada ee cilmiga doonayay oo min asaxaabati asxaabtii ka mid a iyo wataabiciina iyo taabiciintii ka mid yihin yaziid yaziid waxay u aqoonsadeen ibnu thaabit lzayd ibnu thaabit qadarahu sharaftiis ayay u aqoonsadeen fa ajalluuhu way weyneeyeen oo way xurmeeyeen wa cadamuuhu way weyneeyeen limaa waqara wixii dhacay darteed fii sadrihi xabadkiisa oo min alcilmi ah ayay u weyneeyeen cilmiga uu xambaarsan yahay dartii ayay u weyneeyeen fahuwadaa waakan baxru lcilmi cilmiga badiisii cabdullaahi bnu cabbaasin ahaa yaraa wuu arkay zayd bna thaabit ayuu arkay oo qad hamma damcay birukuubi daabatihi gaadiidkiisii inuu koro ayuu damcay fayaqifu wuu istaagayaa cabdullaahi bna cabbaas bayna yadayhi hortiisa ayuu istaagayaa wa yumsiku wuxuu qabanayaa oo dhab siinayaa lahu isaga birikaabihi koorihii daabada ku korayay ayuu kooraha u qaban suusan u dhaqdhaqaaqin wayaakhudu wuxuu qabanayaa bizimaami daabatihi gaadiidka oo gaankiisiina uu qabanayaa sayna ula dhaqdhaqaaqin faqaala lahu zaydun zayd baa wuxuu ku yidhi ibnu thaabit dac canka yabna cami rasuulillah rasuulkii ilaahayna adheerkiiow iska da arrintan waxba ani ayaga qabanina faqaala ibnu cabbaasin baa wuxuu yihi haakadaa sidaas sidaa aad arkayso yaa umurnaa nala faray oo xagga rasuulka nalaga faray an nafcala biculamaa'ina culimadayada iyo mashaa'ikhdayada iyo macalimiintayada cilmiga na bartay inaan saas ugu adeegno aan u xurmayno ayaa nala faray faqaala lahu zaydun zayd baa wuxuu ku yidhi arinii yadaka gacantaada itusi bal fa akhraja wuu soo bixiyey ibnu cabbaasin yadahu gacantiisii buu lahu zayd usoo bixiyey famaala calayha buu ku soo foorarsaday wa qabbalahaa isna gacantii ayuu ka dhunkaday wa qaala wuxuu yidhi haakadaa sidaasaa umirnaa annana nala faray an nafcala inaanu ku samayno biaali bayti nabiyina nabiga iyaga dadka qoyskiisa inaan saas u xurmayno oo nuu dhunkano ayaa iyadana nala faray marka waa mu waliba waajibkiisiibuu ka soo baxay midna sheekhiisiibuu ahaayo iyo macalinkiisi inuu macalinkiisa xurmeeyaa la faray kan kalena wuxuu ka soo baxay in guud ahaan dadka muslimiinta ah ay xurmeeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam aalkiisii walamaa markii laxiqa uu haleelay zayd ibnu thaabit bijawaari rabbihi rabbigiisa adkiisa markuu aaday uu geeriyooday weeye baka almuslimuuna muslimiintu way ooyeen bimowtihi dhimashadiisa waxay u ooyeen alcilma cilmigii bay u ooyeen alladii cilmigaasoo wuuriya la duuday ama la maaragtay la aasay macahu isaga lala aasay cilmiga lala aasay cilmigaasay la ooyeen faqaala abu hurayra ayaa wuxuu yihi radia allahu tacaala canhu alyawma maanta yuu maanta geeriyooday xabru haadihi lumma ummaddan tana ee islaamka caalimkeedii maantuu geeriyooday wa casaa waxaanse rajo ka qabnaa an yajcala allaahu inuu alla ka dhigo fi bni cabbaasin in cabbaas oo cabdullaahi khalafan lahu kii isaga bedeli lahaa oo cilmigii xambaari lahaa inuu ilaahay ka dhigo ayaa rajo ka qabnaa buu yidhi warasaahu waxaa ugu baroortay shaaciru rasuulillaahi rasuulka ilaahay shaacirkiisii gabayaabiisii oo xasaan ibnu thaabit ahaa ayaa u baroortay warasaa nafsahu
نفسي سنة لو ولالك وعاية ولالكنا نفسي سنة ومارك وكسب السيئي معه سجنة. فقال وحيري فمن للقوافي بعد حسان وابنني ومن للمعاني بعد زيد بن ثابتي رتيئة من قبل ولي ولا ريال حقا سحن ربما ذي اسحابي ومثيرك وزيد بن ثابت وحن خوصة دوري كونس دوري استوديو أبو حنيفة. أين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صحابي ما أنت عن قاضنا إن تاريخ ليس حويا صحابي اللي يدعو ربيعة ابن كعب رنتي مع صحابي آد مشهور مثلا سيد أبو بكر إيو عثمان إيو عمر إيو سا مشهور معها لكن تاريخ ليس يابا إلا سانا في الدنيا إن شاء الله تعالى وهنا إن تسلية وميرا مثالك اللي وصل قاضن كرو أصحابه سيد النبي أوجع العيان صلى الله عليه وسلم أنا جعيلك وجدانك وكلية وصنعيني أنا رسولك عليه الصلاة والسلام رأيتان كيسا يجعيل كيسا قيب وإن جي كيسا لراعه ومتابعة يقيب إن شخصي عام وجع العضو وجعيلك للعوات الحب الوجداني يعني الله رأي الله بأي أي واحد صدر ليسان سحاريا اللي رأى ربيعة ابن كعب ويكمل عبدك مرك رسولك عليه الصلاة والسلام وعن بحي جعيلك يجعيلهين. قال ربيعة ابن كعب عيلي كنت وعنها قتل من بل يرايانها بل يرى حديث السن وداليس يرتعي لما مركي ايانا من بل يرى داليس يرتعي اشرقت اي مارتي سرابتي اما اي افتي نفتي ليبا سرابتي سيدا فينوس فينوس وردتي فينوس الدار بالي دارا فينوس مركي دارا افتينكي مركي وكوش بايا قرآن قلو وكوش بايا سيدا مارتي الله نور السماوات سورة دعا ان آيات دعا في السماوات دعا بالبلسلة دعوة مركي لغو فسر ايمان المؤمن وقالوا يا لما مركي اشرقت اي دارا تي اي سرعا تي ما هو سرعا نوالي لها اي سرعا تي اما دارا تي نفسي عني مصير بنور الايمان إيمانك إفتين كيسا أما نور كيسا مركي نطير أي كسر عالمتي أما قد عالمتي وحنها من دل يراه جديد يرتعي أو امتلع ودعن سمي مدو إحسني فؤادي يعني قلب غيره بمعاني الإسلام الإسلام كان معنى ياشيس وكبه إحسني وإسلام كان سيدة في عنه فامي ساسانها ولما اكتحلت يسبعه ولي أين كون دكولا كون دكولا كون دكولا من عيناي لبضا لبضا إذا إندوا عين ولي كون دكولا من أيا إسلام كي إيمان كبا وقلب لا يقبل حيدي أنا ولي رسول كارك منه ولما اكتحلت يسبعه ولي أين كون دكولا من عيناي لبضا إذا إندوا بمرأة رسول الله رسولك إلهي أرسليسة أول مايا اسكبله وجملة عصبه مستعنفة تحلق أي كون بقولتي عيناي لبضا إذا اندوض بمرأة رسول الله رسولك إلهي أرسليسة صلى الله عليه وسلم أول مرة المركي وزوه الرئيسي أي اندهاي كون بقوشي الله أرسليسة كان احببته جعل علي رسولك حبا جعل بان جعل علي جعلك سو ملكا ايغا ملكيه ايغا قاتي علي انيغا ايغا قاتي ايغا لا وريغيبا كل جارحه الحمن حبن كتا او من جوارحي حبنا ايغا كمدا انا حبنا ايغا انيغا ما حكم واحد في غفر بحبني سواء حكم مسكح دي سامة سيدا قلبي قبل لو يدعلو لكن هنا انت مسكح لا حكمتوا ماشي رسول اجايته لكن هنا يعني لما كي يقول رسول رسولك عركبة حبنا هي قدام وحي قالوا لي جعل في النبي عليه الصلاة والسلام وأولعت ولا يجعلي فيي به رسول قوم بلا يجعلي فيي ولا عن جعل كاسو صرفني إلى اللحية إلى الجارية عن كل ما عداه وح الله وح رسولك كسو علي قدام بيجي الجارية
فقلت وحنا في نفسي نفسي إلى أيام وحن كل ذات يوم ما علم ما كمل ويح كورود يا ربيع ربيع أنا نفسي الله عليه لما لا تجرد نفسك نفسك على محاد بوضع عن بنانين لا داي لخدمة رسول الله رسول كإلهي وأذي قديسة محاد نفسك على وضع مارسة عن بنانين لا داي وهو كلام ما تكدس برسولك ولا أبي أذيك وجدد وكلا يا رسولك أبي أذيك لنا وحوايا ما دام أجعلي هاي إلو كفة أبي فرمي تعيكنا والدرجات وإله على وشها ولما رأي وشها إله شن درجين يا جعل وعكمل وحب وتعالي وعكوحدة علاقة يا كوحدة علاقة وقفل واحد حرير وإنك دعا إيه حرير جعل علاقة وعكوحدة سبابة يا كوحدة والدرجة صدحات وعكوحدة وكوحدة عشق يا كوحدة وكوان فنانين كوحدة أنا وان عاشق فرع يا عشق جي يا إدالان ودرجة كم إذا جعلت وأكون فيه إذا من إلى هو إمام أيها الجبتاء ودرجة كلا وقت فيه دم بيسا مركا وأكون إنت درجة لو قد دم بيسا تيمم مركا لغا صواب العبا عشق لغا صواب العبا عشق لغا إيه إمام كي يتيمم أما متيم مركا إنت على الجوغبا فأويان قفك يا حبيبك أهدو محبوبك يسي قفك جعل أهدو أيوه وحسوه قال يا نباتو نباتو جسد يا جنو أما بكوضو أما أواشو أما وحساس نقوى جعلك حد كبحثن وحانا لقويا قانا قفك وجعل يا إلو كفك أهدو ما جعل مرمر سيئك استعان طبابك ستسيوكو أبجوغي لها يكود ذالي بركة ربيعة ابن كعب ما دام رسولك جعلك يسو أكلين جدا بيهي aya wuxuu rabay inuu san ka fogaado in maxaa jira hadduu ka fogaado waa dhibaato ayaa soo gaadhayso naftiisa kaba samayn karto markaasuu sabab buu raadsanaya ku adjoogo wiil markaan ku adeego faqultu waxaan ku yidhi fi nafsi naftayda unbaa waxaan ku yidhi daata yoomin maalin maalmaha ka mid a way ata warooda ya rabiica lima maxaad laa tujaridu ugu gacan bannayn laadahay نفسك عليها نفس هذا لخدمة رسول الله رسولك إلهي وأيديه صلى الله عليه وسلم يسألوا لي نفسي ثلاثة أهل أيها وحكير اعرض نفسك نفس هذا بلو بندق عليه رسولك أو بندق وعد سجل هذا عن كوة لدى رسولك إلهي فإن رضي بك أبي رسولك صلى الله عليه وسلم على النعضوك وأقبله سعدت وأتب ليس نيسا وكل ما نيسا بقربه دوانشه وفزت وعد كل بانيسا بحبه كالبعالبي وحذيتا وحد عنك كل بيسا ونصيبه إليسا أما السد حذيك وعويان وعوحي السد لبوسيه وحذيتا وحد سده إليسا أو نصيب عضي على نيسا عضيك على نصيب نصيب مواند أنا وعلوكي على نصيب بلنا على وعد نصيب بان لاعي نصيب كان لشيقي وحذيك على العربية وحذيتا وحكمة في السنة يساوه لي سابا بخير الدنيا والآخرة دنيا هي آخرة الله ولبا وناك جودة ثم مركي أنقوان كاد على كذب ما الله يبتو مبت أسي سكسجين أو مبسي كاد كادلين أن عرضت نفسي هنا نفسي ربا لغي على رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ورجوت روحا كبريي أن يقبلني إنه إذا أقبلوا إلي له في خدمتي وأدعيتي فلم يخيب مهم قوبنين رسولك صلى الله عليه وسلم رجائي رجائي بي يقومهم قوبنين أما يقومه جنين ويغي علي ورضي بي رسولك ويغر علي نوري أن أكون هنا أن هذا خادما له بدي سبع خدمة يوه أدعي أيام يو رسولك يغي علي فصرت وحن يسيب الدلائي وأن نغلي بولي منذ لك صواب الله بذلك اليوم ما لنت أيضا ألزم للنبي رسولك كي ولص على ألزم كي ولص على للنبي نبي الكريم من ذل هوس كيس مدر قده أيام نعوه هوس كيس يوكالة أيام بانو نعوه وميشا قفك سوسا هوس كيس وقارن وقالون بانا أنه قارن بي أسير معه وأن لس عنجر رسولك أينما سار مال الله ماشي وعدو وصعده أيها نرى عجري
وأدور وحن كور رجع سنجري وحن كور رجع جري أما كور رجع سنجري في فلكه وضل ويسو قاله كيف ما دار سأل سني سبوا هو رجعه إبن عنه ولا ورجع جري سوى استشجيه وقرن إنسانه فلقى وعلى لا لا جسم كور رجع وضل ورجع سن فيري تعرفه جسم وحجرة كور رجع وضل ورجع سن وصلع سبوا ورجع عبد سلي كساعة ما خلق ذا لنا من مدار بكا قرع على إيوه ضيح إيوه على وحن الأجرام السماوية اللي لها ذا اللي نصر إيه أما حتى عبو كانه مدوى اللي وخلق يكس على وكلهم في فلك يسبحون وكل يا قرآن كنا فما رمي رسولك كما إيجنوي وكما سأخذين بطرفه إشيسا مرة هالمر نحو حقيقة وساء يمسو بغن ومساء يمسو جلعين إلا هدو يسو جلعه مثلت وان استطمين يي واقفا عنه او تاغن بين يديه رسول كورتيس وربا كمسو غيلين او إلا إلاله ورسولك إلاله ورابل ورابعه وحايا وحا سمين مثل يمين تاسم بانو يزي هدو يسو يغبا هورتيس ايان يسو قطمين يي وما تشوف رسوله صلى الله عليه وسلم مصيرين وما انقلتاهم لحاجة دم ومن حاجاته دمه في كاميرا بيوب بعضي عليوب بعضي أبو وقتا ورن كيسيبوب بعضي أبضي ويسبي وقتا إلا رسوله وحي الدمعه وما انقلتاهم وجدت لي وذيار كيسي مصرعا أنه أرضي في قضايا دمت عين رسولك أسجده وكنت وحنا أخدمه كي رسولك هو ذلك نهاره معلم تيسا كله دمان تيسا معلم طائل إلا أمرك إلا ابن ذو قد نخصه بعد إلا يكلب الدواء يكلب الشوق رحضة انت ودم بأنو أذلي فإذا قضى النهار معلم تمرك أيضا ماته وهو صلى وكتب رسولك العشاء الأخيرة صلاة عشاء يا دمبة مغرب كي عشاء يا العشاءين اللي كلها ولفني بكى الصلاة العشاء الأخير عظام نغشه وعشاء ونطينون نقانه هو آوى وولد المضي إلى بيتي أغل كيسة يان أهم أنه دمع جري بالانصراف إن أنا ما اتكتبه ما أدني من وان دالي أنه ري أغمارة كفة أهلي ما أدني منه mar alla markaan arkay inuu guriga galay ayaa la soo jiraa leeyahay hadda halkaaga baane farooda iskata laakiin li asaate ma albatu marsay wax yar ba sida kuma sugnayn yani hamiga ma albatu sida kuma nagaanaynin oo kuma sugnaanaynin waa sidaa ba sida uu ku sugnaanaynin waa inuu goosto inuu iska tago marka uu iska fasaqato uu iska urdato لكني أساءت ما ألبه كما مستقنانين وكما نغانين فكر كنوعات يهم دعين كاسا وأهينا نتكلمت أن أقول إنا نداره في نفسي نفسي إذا أنكو إداره إلى أين حقيبا تمضي أك عيسى يا ربيعة ربيعه حقيبك وذيك لو أنتلي إياه بل كورا الدين سعد استطفت ورسولك وحقا بعضه فالكورا الكوى ايوه فلعلها وحاوة يستدعي كرتا تعرض لرسول الله رسولك الهي انا يكسر دعا يسامى يوئي من ايسو حاجة الوحبة ايها في الليل ابنك فالهبدا عداد استدعته ورسولك ابنك وحبا عضو او الكوى ايوه بالكورا سيدا سامسني لكوى الانتر فلعلها waxaa laga yaabaa ama dhici karta tacridu li rasuulillaahi rasuulka ilaahay inay ku timaado ay ku maalinta ku soo dhacdo sallallahu calayhi wasalama xaajatun wax baahiya fi leyli habeenkii saasaan ku fikiri jiray fa ajlisu waan iska fadhiisanayay calaa baabihi rasuulka gurigii uu galay albaabkiisa halkaasaan fadhiisan jiray walaa ataxawalu kamana wareegi jirin oo kama tegi jirin عن عتبة بيته قرد رسوله قليل قرد سيارة ديسة
والباب كأوستيس في أرض الليلان الباب كأوستيس مش الباب كأوستيس كأوريس في أرض الليلان في أرض عين على الكفر ديو كم الزول جل هل كم الكفر دين جل هل كايدن هل كايدا وقد كان وحوها رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقطع كي قوية ليله أهبين كيسي يعني هردبي أيو قوينة يي قائما إسوغو تاغن ويصلي تكلي رسولك رسولة تعالو هانجرتي إنو صلاة الليل تكلي أهبين كيسي وصي أبوردم وصي الله وآه كبر وصي أنه وقلع وصي توسي لي إنه صاف إنه صرف لنعي ويبتين وأسسي عني ساعة صلاة الصباح ممكن نقول في عنبا صلاة الصباح مركا لا أعلام ولا أعلام قدام بأ أي صوت صوتا لكن رسولك سامية لجرين وقد كان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع ليلة وعبين في فكيك لقوية وردنا كتوتا قائما يسوغ تاغن ويصلي تكلي فربما سمعت وحال غي أبا أما نعي جلتين عن مغلو يقرأ يسوغ رسولك أغنية بفاتحة الكتاب قرآنك سورة اللغب العربي وحاجة مصحفك وآه سورة مفاتحة مفاتحة سنة وأعظم سورة في القرآن سيد النبي عليه الصلاة والسلام وأبتهم ومن أفعال تكمل وحكوية كسولكو لو علمنك أعظم سورة في القرآن مكاسيره والحمد لله رب العالمين وبخاري بأخري عجيب فأولي والتغانين مرك سورة الفاتحة أيها غنية فما يزال رسولك كما الزولين يكررها إلو كعل علي هزيعا قيبع من الليل أبين ككمل إلو كعل علي سورة دي معنية هذا سورة دي وقال بإنت فاتحة بالله كما علينا إيه يعني سرعة دي تكلي وقال بإنت سورة بالله إيه وهو سورة كلا أغريه يهدنا تكلي أساس وهي معنوه فما يزال كما الزولين يكررها إلو كعل علي فاتحة دي يعني انت كدو كل فاتحه على غيه صورتك له ركوعه وسجوده وصلاه دي ولوي هزيعا خيب ومن الليل هبينك كملا حتى امل الى ان كان نوغه او ان اركي مسن وقع ايقا بعنا ان يسكت كان يا رسولك فاتركه مكاسان كتل يجري ماشي والهرداء هذي يجري او امل سي تغلبني فحا ايقا غالب مكان ايو ايقا كان ايه عيناي الله بدا إذا إنه الله فأنام مركزان سيحاني إلا من ما أنت ودن أديكي وحدنا ما يلفق بيح مرمكة قاركوت إلا هو بني آلم إما إنت إذا قال من أغلان أيان سيحان جرب إذا ماشي الباب خورتي سيحان كسي حنجر مرمرنا مركة إذا قال إلا رسولك ونبع عنه عن أرقيسه وتكني أيان هردي سيحان جرب وربما سمعته وحدع جرتين عن مغلوه يقول رسولك صلى الله عليه سمع الله لمن حمده الله ها عجيبه وعمق له عجي كم عبسة فمرك ركوع للغاكة عوادتين يا سمع الله لمن حمده يا وحي إلى هذا إمامك إمامك أورانيه مأمومك روى أورانيه على أحد القولين مأمومك ما سمع الله لمن حمده مرك إلى هذا إمامك ما ربنا ولك الحمد هو أورانيه سمع الله مارتي لمن حمده ربنا لك الحمد خلاف بين وفقيا أي كجرة لبلبا ولا يري وكان ورانا يا يتم ورانا يا مكر تواري الكرتا فما يزال رسولك كما زولين يرددها إنه كعل ألي سمع الله لمن حمد لي إيانا واسل تي كرار عن تي كورس عن له قراء ما أعاون إنه رسولك سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمد وكعل ألي نيه وحويه تكني ركوع أي مرب لنبا مكر أنت ركوع أي سمع الله لمن حمد مغلي فحدث كرتي وأمين وردي سنة انتو قلب الجماعة سمع الله لمن حمد رأينه قلب كسوة صوصوه مغلنا ولا غي علي زمن الوقت وعاط ولا بار من ترديد يقول عليتي في لفاتحة الكتاب يقول عليه وقد كان وعى من عادة رسول الله رسولك إلهي عارضي سوعى كمده صلى الله عليه وسلم أنه رسولك ما صنع له رسولك أمصم أيه أحد عندنا معروفا وحونا هذا أما أبالا رسولك عادوا عادوا هانجلتي إن عندنا أبال أجلين إلا عبا يوقشو وعيدا يا أبال رسولك عليه الصلاة والسلام مجلسته أحب رسولك وعجالا أن يجازيه إنه إذا أبال قدر عليه محمد هذا أبال كاس إنه أبال كمارك أبال كالوجود بدلو في رسول رسولك جعلا قلبا بما شيء هو أبال قدر شيء هو يساقبا أجل كوينا بلن وكقيمة بلن
minhu abaalkii uu qofkaa kale u taray mid ka weyn inuu maaragtay ugu bedelo ayaa rasuulka caado u ahaan jirtay, waana caado loo baahan yahay inaan kaga dayano rasuulkeenna sal allahu calayhi wasalam, maadaama la inafaray inaan rasuulka ku dayano. Qof hadduu abaal kuu galo waa inaad abaal ugu bedesho. Waa min samiimi lqur'aani hal jazaau lixsaani ila lixsaan wey, waa su-aal la weydiiyey. War qof ixsaan kuu falay inaad ixsaan u samayso maahane ma wax kale, laakiin nasiib darro qofku haddii uu manhajka ilaahay uu ka leexdo oo islaamnimadiisu ay daciifto, waxaad ku arkaysaa qofkii wanaagga kuu sameeyey inaad xumaan ugu bedesho, xumaan inaad ugu bedesho qof baa wanaag kuu samaynaya. Weliba waqtiga maanta la joogo waa aad iyo aad bay ugu sii daran tahay, oo qof aaminsan in ixsaan laysu samayn karaa ma leh, oo ixsaan haddaad u samayso wuxuu leeyahay kolo ujeedadu iyu leeyahay badana waad daweynaysaa, waxaad u samaynaysaa caafimaad baad u samaynaysaa, iskuul baad u furaysaa, wax walbaad u samayn ujeedadu iga leeyahay weyna, ama wuxuu igu soo qaatay aniga badana waxbuu igu cunay, halkaasay naga taagan tahay daryahano. taas waxa weeyaan wax kale ay ka tarjami ma leh, waxay ka tarjamaysaa uun in laga fogaaday ku dhaqankii diinta islaamka in laga fogaaday, oo saasuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. saasaa caado ahaan jirtay, qur-aankuna sidaasuu leeyahay. xadiid xasanan rasuulku wuxuu ku yidhi man laa yashkur innaasa laa yashkur illaaha, qofkii dadkaba ku mahadin waayey ilaahayna ku mahadin maayo. waqad axabba, rasuulku wuxuu jeclaaday an yujaaziyanii inuu igu abaal gudo, abaalmarin iyo abaalgudid bay kala yihaan, su qalbina labada. abaalmarin waa xagga xumaanta, nin xumaan sameeyey oo xumaantiisii laga abaalmariyey baan kaa abaalmarin waayo. laakiin abaalgudku waa wanaag, qof wanaag sameeyey oo wanaag lagu abaal loogu abaalgudo, laakiin taana abaalmarin baa la kala, saasay u kala hagan yihiin. waqad axabba, wuxuu jeclaaday rasuulku an yujaaziyanii inuu igu abaalgudo calaa khidmatii adeegidaydii, lahu rasuulka aan u adeegay inuu iga abaalgudo ayuu rasuulku jeclaaday. fa aqbala calaya, maalin maalmaha ka mid a ayuu soo eegay uu igu soo jeestay, daata yowmin maalin. wa qaala wuxuu ihi yaa rabiicata ibnu kacab, rabiica ina kacabo, rabiicihii ina kacab ahaayo. fa qultu waxaan ihi labbayka, hooy waa markay inagna hooy baan idhahna rebel hoo sama nidhahna, marka carabtu heeh ma yidhahdaan oo ay idhahdaan labbayk, marka hooy un wey culimadan markiiba hooy ku idhi bay yidhahdaan labbayka hooy ku idhi, yaan hooy wey yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay wey, wa sacadayka kuna mahadiyey wey. fa qaala wuxuu ihi rasuulku salmii, wari weydiiso shay-an wax, ucfihi aan ku siiya laka adiga wuxuuna weydiiso, waxaan diyaar kuulahay inaan wax ku siiye bal waxaad ii weydiisan lahayd go-aan ka soo gaar. farawaytu waan fikiray wey, waan u kaadiyey u kaadsaday, miyirku weligu isku fiican yahay. farawaytu waan ka fikiray qaliilan wax yar, suma qultu waxaan ihi amhilnii rasuulka ilaahay bal ii kaadiya fursadiisi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow, liandura bal aan ka fikiree fiimaa aslubu minka, bal wixii aan ku weydiisan lahaa aan ka fikiree waktiisi, suma markaa kadib baan culimka ku ogeysiinayaay. fa qaala rasuulku wuxuu ihi laa ba'sa calayka, waxba laguma haysto arrinta ayada, arrintaa go-aanka waa lagaa yeelay, laa ba'sa maxuma maxuma baa la yidhahdaa maxuma. wa kuntu waxaan abuuri yowma idin maalinta ayadaa shaaban, wiil dhalinyaraan ahayo, faqiiran oo sabool oo cayda, laa ahla lii wax dad aan lahayn, waxay dhalay iyo waxay la dhashay iyo wiil ori ka qaxootiya, walaa maala hantina ma lahayn, walaa sakana hoyna ma lahayn, wa inamaa kuntu wax kale meeha waxaan ahaa, kuntu waxaan ahaa aawi kii u hoydo u dhalmada ilaa sufati lmasjidi, masjidka ardaagiis meel masjidka ka mid a oo hadda nimanka xertee seexda meeshan dambe shaali suufi oo kale saas yaanu ahayn buu yihi, ode nin meel uu aada balana ma ahay ahlu sufa dadkii loodhan jiray abu hureeriya ay ka mid ahayeen kuwaasaan ku jiray qootiga iska ahaaye masaajidka seexan jiray ee rasuulka halkaa uu ku masruufi jiray. maca amhaali, kuwa aniga ay lamid ah ayaan la seexan jiray buu yihi, oo min fuqaraa'i lmuslimiina, muslimiintii cay dhahaa
وكان الناس ضدنا وحياهم يدعوننا كل ما هو يرى بضيوف الإسلام إسلام كمرتدي سيبا للولنجري مرتدي الإسلام وده إسلام كون بأن مسلم جرى رسولك عليه الصلاة والسلام ومنك كلاه إلى آية أنفسهم فإذا أتى هدو يماد أحد القطع من المسلمين المسلمين تكمله بصدقة صدقها بيه كانوا إلى رسول الله رسولك إلى آية أبو صدقه كانوا صلى الله عليه وسلم بعث بها وموسى ودرجر صدقها رسولك كلها دمان تأدبا إلينا أن نقول موسى ودرجر دوء إلى رسولك وهم رسولك إلى هو صدقه ما دام رسولك أسن صدقه علي جرين دمان تأدبه أن نقول موسى ودرجرين وإذا أهدي له أدي رسولك وحلو هذه أيوه وإذا أهدى دمرك هدوء هذه أيوه له رسولك أحد قف هدية هدية هدوء هذه أيوه أخذ منها هدية يوحك قارن جرى شيئا واحد وجعل أوحي يولي جري باقيها هدية أوحي كسو علينا لما أنك أيوه نسين جري هدية صدقة محيكة للمرك صدقة وعوية وشيء لسيه قف مسكينة مسكينة ما بص إليك أو بهية صدق على الوطا المسكينة هذا نقول من ذا تقانه ومن باهن ودباته هيسوه بحسينه تاساو على الوطا صدقه لكن هدية بين نقطة هدية وعلى سيه أو قف على تقانه أو محنك إذا بعد احترامه فيرد قف أعتقانه احترام كامل أما قف أعلن أقوله لكن من وين من ملحة مارتي أما ملحة ملحوين ويا أما وزير ويا أما وحساسة أما وانين أما قف شرف له مركع شرف له أما وانين علماء ووين وعالمة أما وانين أضياء وهو كي مادة احترام كي مادة ويا سيدي سبب سيدي لبرنا وعويان وعلى ما وعيوت هاي حرمين يعين لعبورك الجعل جعيل إما شاء الله لعبورة فاسو من غيره تهاد وتحبه وحيثوها ليهي السعلاتين وحيوب بلانتا عن مركة قفكم مركو ميل كي ما أدوك لك سفر مركة بكت ما أدوك إلا الهدية دوك مطبطك أتحبك مركة وحبا شرط ما عين له بهاي صدقوه كلمه قف صدقه لمركة وحيكوب على وكالية المسكين بيكوب على لكن هدية دوك وحيكوب على بطك عن مساكين تعين بك رسولك عليه الصلاة والسلام حديده وقال انجرم حجره واحترام الولجه لكن صدقه لما قال انجرم بك هديه هديه بلوك يعني قيبنا وكلاها لجريه وصدقه استعمال انجرم انت انت بلان عنه ونسي انجرم صدقه بيت هاي لبنان بلوك انجرم فحدثتني وحييشة نفسي يعني ان قيد وحييشة كيفة أن أطلق نفسها وهي نفس موتها نفس أدي حولها وجه أشعر ينرى شيء فحدثتني وحي يوشى كيف نفس نطير أن أطلب إيمان كبر بلو من رسول الله رسولك إلهي شيئا وحوى من خير الدنيا الدنيا وانا جاء لكم حولها حولها إلهي يدفك جعلي فيه وإنه لحب الخير لشديد وأحضرت